بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده في جوله جديده في سوق الحد في وكاله البلح. زي ما انتم شايفين كده وزي ما انتم متعودين، يوم الحد احنا بننزل من ناحيه الكورنيش، الجراج على يمنا، وادي السوق اهو قدامنا. طبعا الفرش مش كتير، انا كنت هناك الساعه 7:15. زي ما انتم شايفين كده الفرش مش كتير خالص ومفيش حد. بعد العيد الدنيا هاديه جدا، مفيش ناس كتير، بس هوريكم. بس تقريبا كل الفرش موجود، كل الناس فرشة وشغالة، بس كان الإقبال النهاردة ضعيف جدا جدا من الناس. مش زي كل حد لما بشوف السوق، ممكن يكون ناس خافت تنزل عشان ممكن يكونوا البياعين لسه معيدين. لا، كل الناس موجودة وكله فرش فرشه. أي نعم مش كتير زي كل حد، بس غالبية الناس موجودة. يعني لو هنقول بنسبة البيعين موجودين بنسبة كام في المية، هنقول بنسبة 70%. الباقي لسه معيد، مسافر، لسه مش موجود. بصوا بقى هنشوف الحاجات اللي موجودة عندنا وهنشوف اخبارها ايه. بصوا واحنا ماشية لقيت علبة الكحك والبسكوت دي برضو بتتباع، بس للأسف ما كانش في حد قاعد اسأله بكام. هنكمل بقى مع بعض. هتلاقوا الكوتشيهات كتيرة موجودة كتير، فرش برضو، المنتجات الغذائية موجودة، زيت الزيتون والعصاير والحاجات والسمنة والحاجات دي. بصوا الكوتشيهات كمان، بصوا المكان ده اللي كانت بتقعد فيه قمر. طبعا قمر سابت المكان خالص واخدت محل، وهصور لكم عندها وهتشوفوا الحاجات اللي موجودة عندها في المحل بتاعها الجديد. بصوا هنشوف هنا مجموعة الصنادل دي. طبعا الناس كانت لسه بتفرش، يعني مش كله فارش وقاعد، لا الناس كانت لسه بتفرش شغلها. في ناس فرشت وفي ناس كانت لسه بتفرش. دي كانت بتبيع الكاتشب ده الكيس ب5 جنيه. في مجموعة اكياس من الكاتشب الصغيرة والمايونيز كمان. هنا بقى الشوارع الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي اللي احنا بندخلها دايما، هندخل فيها بقى ونشوف ايه الاخبار ونشوف ايه اللي موجود فيها. طبعا كان بيتر مش موجود، كانت منى مش موجودة، واحنا متعودين كل حد بنشوفهم هما للأسف لسه معيدين. وانتوا عارفين ان شغل بيتر ومنى من الحاجات الاوريجينال والبراندات، عندهم كل حاجتهم براندات، حاجتهم حلوة جدا، اسعارها غالية شوية بس كلها براندات. للأسف النهاردة ما كانوش موجودين، كان نفسي أصور عندهم عشان برضو تشوفوا إيه اللي موجود عندهم وإيه الأخبار عندهم في منتجاتهم، السكين كير والسكين هير والبرفانات. انتوا عارفين عندهم مجموعة حلوة جدا وحاجتهم بجد بجد حلوة، والناس بتجيلهم مخصوص. احنا بقى دخلنا الشارع الصغير اللي هو شارع الخطير ده وهنشوف إيه اللي موجود فيه. ده الشارع اللي جنب الجراج على طول. هنشوف بقى الفرش اللي موجود فيه. زي ما انتم شايفين كده المشكلة هنا او اللي مخلي الدنيا فاضية ان مفيش ناس، لكن البياعين موجودين. يعني انا رحت الشارعين، لفيت الشارعين وهوريكم الحاجات اللي موجودة فيهم. الفساتين دي ب250 و300، هوريكم الحاجات اللي موجودة فيهم وهتشوفوا الاسعار كمان عاملة ايه. خصوصا انتوا عارفين الايام اللي بيبقى فيها الناس مش كتير، مفيش زباين يعني تشتري، الاسعار بتنزل خالص. يعني في ناس بتبيع لك باسعار ما تتخيلهاش. طبعا عشان ما ينفعش بقى ان هم نزلوا من بيتهم وفرشوا وتكلفوا وصحيوا من بدري وبعد كده ما يبيعوش حاجه، فبتبصي تلاقي الاسعار بتنزل تماما في الايام اللي زي كده. يعني بتروحي تسالي على السعر بيقولوا لك سعر، وبعد كده بيفضلوا ينزلوا معاكي زي ما انت عايزة، وبيدوكي باسعار يعني ما تتخيليهاش. دي الميزة بتاعت عدم وجود ضغط من الناس. دي ميزة انا لاحظتها، ان كل ما كان الاقبال ضعيف من الناس كل ما الاسعار بتنزل. كل ما كانت الناس كتير كل ما الاسعار فعلا بتعلى وبيبقوا ثابتين على سعرهم، ما بينزلوش حاجة خالص. بصوا بقى ده الفرش اليمين والشمال اللي موجود عندنا. الهدوم دي كانت ب5 جنيه، اي قطعة ب5 جنيه. وطبعا انتوا عارفين فرش الهدوم ده بيبقى كتير جدا. بصوا هنا كمان شوزات وكوتشيهات.
ده عم ابو سلمى، وكان النهارده بس عنده سكوترات. انتوا عارفين ان هو بيجيب اجهزه كهربائيه، بس النهارده مش جايب غير سكوترات. على فكره السكوترات دي الواحده ب 100 جنيه ومطلوبه جدا، في ناس بتجيله مخصوص عشانها، ومش بياخدوا واحده لا، بياخدوا بالاثنين وبالثلاثه، وبيبقوا طالبينها منه ان هو لازم يجي بسكوترات، وبيجي بيها مخصوص عشان الناس اللي بتطلبها منه. هنا برضو كانت الفرشة دي كان عليها مكرونة وعدس وفول وفول مدشوش، وكان فيه لوبيا. اي كيس عندها كان ب15 جنيه، بصوا يعني تقريبا كيلو، وكان ب15 جنيه. طبعا دي كانت حاجة جديدة، وطبعا سعر حلو جدا بالنسبة للوبيا او للعدس. انتوا عارفين بيبقوا غاليين بره، كيلو بيبقى غالي، عندها كيس ب15 جنيه، فحلو جدا. بص كمان في حاجات زي كده، انا مش عارفه هو شغال ولا لا، وما لقيتش حد واقف عشان اساله اذا كان شغال او السعر بتاعه كام. هنكمل بقى يمين كده وشمال. طبعا انا عشان كنت هناك بدري قوي، فكان في ناس لسه ما فرشتش، يعني ناس كده وانا ماشيه لقيت الدنيا فاضيه، وانا راجعه لقيتها اتملت، في ناس فرشت وقعدت. ف يعني الدنيا كانت بدري قوي، هو طبعا مش بدري قوي، 7:15. انا متعودة ان السوق بيبدأ قبل كده كمان، فانا قلت النهاردة اكيد هيبدأوا من بدري والناس هتنزل، واكيد الناس مستنية سوق الحد، بس للأسف لقيت الناس لسه معيدة، يعني البياعين موجودين لكن الزباين لسه معيدين. هنا الفرشة دي عليها اي حاجة ب5 جنيه، وبرضو كانوا لسه بيفضوا شغله. بصوا هنا كمان كان اي تيشرت هنا ب75 جنيه. بصراحة التيشرتات كانت حلوة، يعني انا كنت في الاول ليه ب75 جنيه، يعني الفرش اللي بيبقى على الارض ده بيبقى ارخص من الاستاندات، بس بصراحة التيشرتات كانت خامتها كويسة جدا، تستاهل يعني. هنكمل مع بعض. بصوا بقى هنا الفرشة دي يا جماعة بتاعت واحد اسمه أسامة. كل الحاجات اللي عنده دي كلها اوريجينال، مفيش حاجة عنده كوبي. بصوا الشوز ده يعني بصراحة أنا وقفت قدامه كتير، تحفة، قد ايه طري، قد ايه خفيف، قد ايه تحس ان انتي اكيد هترتاحي فيه لو لبستيه. هو شكله طبي، هو قال لي هو طبي برضو. سعره 250 جنيه، بصراحة كان عاجبني جدا. بصوا كمان عنده الكوتشيهات دي، ده ب 230 جنيه وما عندوش فصال، يعني هو السعر واحد. في كمان عنده الاسترزات دي ب 400 جنيه، وعنده كمان دي ب 400، برضو حلوة جدا، حاجات خفيفة كده ولذيذة، وتحس ان هي مش حاجة اي كلام يعني. في بقى عنده ميزة أسامة، ان انت لو اشتريتي من عنده حاجة ويعني استعملتيها شهر واتنين وتلاتة وخلاص بقى مش عايزاها، بترجعيها ليه تاني، او بتبيعيها ليه تاني من اول وجديد. طبعا بيبقى السعر اقل من السعر اللي اشتريتي بيه، بس بياخدها منك تاني. اهم حاجة ان ما يكونش فيها قطع، اهم حاجة ان الشوز هتسلمه له، الكوتشي او الجزمة هتسلميها له ما فيهاش قطع، دي اهم حاجة عنده. لو حتى الجلد اتفصل عن بعضه، يعني الجلد فك من بعضه، مش مشكلة هياخده منك. لكن مقطوعة مش هياخدها منك. دي كانت ميزة عنده. بصوا الستارز ده كمان ب 400 جنيه، دي ميزة عنده. شفت ناس كتير بيروحوا ياخدوا منه وبيقول لهم الكلام ده، عايزين ترجعوها رجعوها في اي وقت، هشتريها منكم تاني، يعني بعد ما تلبسوها وخلاص زهقتوا منها تجيبوها لي، بس المهم تبقى حالتها كويسة، ما تبقاش متبهدلة، ما تبقاش متقطعة. بس هو ده طلبه في الحاجة اللي هترجع له تاني، مش هترجع له، يعني انت خلاص لبستيها واستعملتيها ومش عايزاها تاني، هتبيعيها له. وزي ما انتم شايفين كده الحاجة بتاعته كويسة جدا، حاجات تعيش، حاجات تقعد معاكي كتير، يعني هي بصوا هي كده مستعملة مش جديدة، وحالتها ممتازة. على كلامه كمان ان هي ممكن تعيش معاكي فترة اطول. هنكمل بقى مع بعض ونشوف عم الرايق ده بتاع عبد الحليم. بجد والله رايق، انا يعني بتمنى ان احنا كلنا نبقى في روقان بالك يا رب،
ربنا يروق بال الجميع يا رب، لان هو راجل شربات كده، دايما بعدي عليه الصبح بدري الاقيه قاعد وبيسمع عبد الحليم، بعد عبد الحليم بقى ام كلثوم، وبيسمع حاجات كده من الطرب الاصيل بتاعنا. ربنا يروق باله يا رب وبالنا كلنا. نكمل بقى ونشوف ايه اللي موجود تاني. بص بقى هنا كان في الفرش او القماش ده بيبقى بواقي قماش، الحته بتبقى متر او مترين او ثلاثة على حسب اللي انت عايزاه. وكان في الستاير دي ب150، عارفينها طبعا اللي هي بتبقى 3 في 3. في حاجات كتير هتلاقوها هنا، اللي عايزين بقى ستاير، اللي عايزين ستاير تقيلة، اللي عايزين مفروشات الفنادق. انا لاحظت ان مفروشات الفنادق ابتدت تبقى موجودة، كانت الاول قليلة جدا، دلوقتي لا بقت كتير. وهتشوفوا معانا شوية حاجات برضو ان شاء الله هتعجبكم. بصوا الستاير دي كانت تقريبا ب10 جنيه، هنشوف برضو مجموعة ستاير وسعرها حلو قوي. احنا كده هندخل الشارع اللي جاي يمين عشان نشوف ام عصام بقى ايه اخبارها والدنيا عندها عاملة ازاي، وهل يا ترى بقى كله فارش وموجود ولا لسه برضو معيدين. بس هنشوف الاول الفرشة دي. الفرشة دي عليها الشميزات، البنطلونات الصغيرة دي كانت ب40 جنيه، وكان في برضو بلوزات برضو سعرها 40 جنيه، كان في عبايات عندها ب50 جنيه، وكان في عندها بنطلونات جينز برضو ب50 جنيه. كل الحاجات دي هنشوفها. البنطلون ده جديد يا جماعة، بالتيكت بتاعه ب50 جنيه. الفرشة دي بيبقى عليها حاجات حلوة جدا وبيبقى عليها زحمة طبعا، بس النهاردة زي ما قلت لكم مفيش حد، فالإقبال كان ضعيف جدا. بصوا عندها معظم حاجتها بالتيكت بتاعها، العبايات دي ب50، البنطلون الجينز ده ب50، وزي ما انتم شايفين البنطلون بالتيكت بتاعه. هنكمل بقى. بصوا ام عصام كانت برضو لسه بتفرش في شغلها، كانت العربيات لسه بتنزل الكراتين بتاعتها ولسه بتفرش في شغلها، ما كانتش لسه بقى استعدت. ما شاء الله يعني ام عصام بيبقى عندها شغل كتير جدا وعندها حاجات حلوة جدا، وناس بتجيلها كتير. ربنا يرزقها يا رب هي وكل اللي هناك يا رب. ده بقى عم ابو رمضان، وهنشوف الشنط بتاعته. لقيته برضو منزل مجموعة جديدة بعد العيد بقى، فقلت اديكوا فكرة، هي مش كلها جديدة بس برضو قلت اديكوا فكرة عن الحاجات اللي موجودة عنده. وبالنسبة لعم ابو رمضان هو اللي بيقول ان شنطه مستوردة، ايه الدليل بقى ان هي مستوردة؟ انا مش عارفة بصراحة، بس شنطه حلوة، زباينه كتير جدا بيجيله مخصوص، يعني الراجل معروف محدش بيشتكي منه، محدش بيقول حاجته وحشة، بالعكس شنطه حلوة جدا. وعنده بقى احجام الكبير وعنده الصغير، عنده الظهر كمان، في كمان عنده الوسط، عنده مجموعة شنط حلوة. وبس النهاردة برضو كان الاقبال ضعيف جدا، فقلت اديكم فكرة برضو تشوفوا ايه الحاجات اللي موجودة عنده، لان انتوا كل ما هتنزلوا هتلاقوا الحاجات دي بتقعد معاه شوية لحد ما بتخلص وبينزل غيرها. مراته كمان ما كانتش موجودة النهاردة، انتوا عارفين مراته بتقعد عند ورا البنك الاهلي، النهاردة ما كانتش موجودة للأسف، هو بس اللي كان فاتح المحل بتاعه. لسه برضو معظم الناس بتعيد. بصوا الشنطة دي، ودي مجموعة الألوان بتاعتها، دي كمان شكلها حلو. هنشوف بره برضو الشنط الصغننة دي والأكياس الصغيرة. عم ابو رمضان الشنط بتاعته بتبدأ من 140 جنيه، واقصى حاجة عنده 180 جنيه. دي كانت مجموعة الشنط. تعالوا بقى نكمل ونشوف ايه اللي موجود بقى. احنا خرجنا خالص من الشارع اللي هو شارع السنانية، وهنكمل بقى ونشوف ايه اللي موجود عندنا. زي ما انتم شايفين الكاشات دي كانت ب75 جنيه، طبعا الحاجات دي احنا بنحتاجها كتير في الصيف، بتبقى خفيفة وحلوة جدا،
فدي كان سعرها 75 جنيه. وفي اشكال تانية برضه هوريها لكم، والحاجات دي هتلاقوها كتير قوي في الوكالة، سواء كانت بقى عبايات بيت او قمصان زي كده، هتلاقوا حاجات حلوة جدا. وطبعا الصيف لا غنى عن الحاجات دي فيه. اهو زي ما انتم شايفين كده الوانها كمان حلوة. هنرجع بقى ونكمل ونشوف هنا، دي فرشة المكياجات، ودي موجودة على طول في المكان ده. عنده بقى كل المنتجات بتاعت الميك اب. كان عنده الصنفرة دي ب15 جنيه، المانيكير عنده كان ب5 جنيه الإزازة. هنكمل بقى ونشوف باقي الفرش اللي موجود عندنا. ده بقى احنا كده دخلنا عند الستاير بقى وعند فرش الفنادق. هنا كانت الستارة دي ب10 جنيه الستارة. هي كان شكل القماش بتاعها جديد، مش متبهدل، خصوصا ان هو ابيض، في الابيض المقلم ده، في ابيض منقط، في ابيض سادة خالص. كان سعر الستارة 20 جنيه، تخيلوا سعر الستارة 20 جنيه وجاهزة على التركيب، يعني مش تعملي فيها حاجة. بصوا ده نوع تاني برضو، وفي كمان سادة خالص، يعني مش المقلم او المنقط، لا في سادة كمان اهو. واي ستارة فيهم ب20 جنيه وكله جاهز على التركيب، مش هتعملي فيه اي حاجة. هنا كان الصابو ده ب150 جنيه. احنا هنا بقى عند هدير. هدير دي بقى بتاعت العبايات الخليجي، اللي كانوا عايزين عبايات خليجي انا جبت لكم رقم تليفونها اهو، عشان لو حابين تتواصلوا معاها. عندها سواريهات، عندها فساتين زفاف، عندها عبايات خليجي ممتازه وشكلها حلو جدا. لو عندها حاجات حلوه قوي هتعجبكم، تواصلوا معاها عشان لو حابين تشتروا حاجه من عندها، لان حاجتها كلها بصراحه جميله. عندها كان فساتين الزفاف سعرها بيبدا من 500 جنيه. بصوا كمان الصنادل بتاعت البحر دي ب50 جنيه. طبعا انتوا عارفين داخلين بقى على المصايف والصيف والحاجات دي بتبقى ضرورية جدا ومهمة، فهي عندها الصندل ب50 جنيه. اللي عاوز بقى يشيل الكمية كلها بيبقى ليه سعر تاني خالص، بتخفض له اكيد في السعر. فلو انتوا محتاجين منها حاجة عندكم رقم التليفون ممكن تتواصلوا معاها. بصوا كمان عندها العبايات الخليجي دي، عندها بيبدأ تقريبا من 200 جنيه العبايات، وانتي طالعة بقى لحد 500 جنيه. العبايات الخليجي ومقاسات كبيرة. سيبنا هدير وهنكمل بقى مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده هنا كان في ستاير، قماش ستاير، وكان المتر فيها ب40 جنيه. ده بالنسبة للتقيل، سعر المتر فيها ب40 جنيه. وكان في كمان فرش تنجيد هتشوفوا دلوقتي، هو تنجيد صالونات وانتريهات، كان المتر فيها ب35 جنيه. طبعا الحاجات دي سعرها يعني 35 جنيه، ده على قديمه يعني ما فيش فيه جديد. هنا كمان فرشة كان فيها الشوزات دي كانت ب75 جنيه. بصوا شكلها حلو قوي، وكان في عنده سواريهات وكان في عنده صنادل هتشوفوا برضو، والاسعار كلها كانت واحدة 75 جنيه. طبعا الحاجات دي بتبقى موجودة يوم الحد بس، طول ما انت ماشية بقى بتتكعبلي في الحاجات دي، واسعارها بتبقى كويسة جدا. برضو هنا كان في مجموعة عبايات ب75 برضو، حاجات حلوة جدا. هنا بقى احنا عند هاني،
كنتوا دايما بتطلبوا مني الناس اللي عندهم فرش الفنادق، الناس اللي عندهم مفروشات الفنادق. اخيرا الحمد لله قدرت اجيب لكم رقم تليفون حد فيهم. بصوا الدواسه دي كانت ب 20 جنيه، دي دواسه حمام بس كانت موجود واحده بس. على فكره خامتها حلوه جدا ومن النوع النظيف، وسعرها كان 20 جنيه. بس طبعا انت عشان تجيبي للحمام لازم تجيبي طقم كامل، وبرضه في ناس بتحتاج الحاجات دي. دي كسوة انتريه ب 20 جنيه القطعة، الكرسي ب 20، الكنبة ب 20، وهكذا يعني. في كمان عنده الكفرات بتاعة المراتب، في عنده ملايات بيضة برضه بتاعة الفنادق، كل شغله شغل فنادق. حتى البشاكير بتاعة الفنادق موجودة عنده للحفة، الستاير بتاعة الفنادق. والنهاردة كان عنده مجموعة كبيرة تقريبا نزل له شغل جديد، لأن أنا لاحظت إن مفروشات الفنادق ابتدت تكتر. بصوا الحفة البيضة اللي على الجنب دي ما كانتش كتير كده، كان كام واحد، وساعات كمان ما كنتش بلاقي خالص. بصوا مجموعة الستاير اللي قدامنا دي برضه عشان تعرفوا إن في شغل جديد نزل. لو عايزين رقم التليفون عندكم تواصلوا معاه وشوفوا أنتم محتاجين إيه. على فكرة في ناس بتروح تاخد منه وتبيع أونلاين في محافظات تانية. الستارة دي 3 في 3 ب 150 جنيه. زي ما قلت لكم في ناس بتاخد منه وتبيع اونلاين. عنده خداديات ريش نعام، عنده فايبر، يعني انت وحظك بقى لما بتروحي هناك واللي بتلاقيه. بصوا كمان البشاكير، ودي برضو ستاير. بصوا الستاير والوانها كلها تقيلة، وفي البلاك اوت كمان موجود عنده. يعني عنده مجموعة حاجات، ولسه حاجات بقى جاية جديدة. تقريبا كانت طلبيه جديده بقى وجات له، لان هو فعلا ما كانش عنده شغل الفتره اللي فاتت، كان قليل جدا. ممكن تلاقي عنده ملايات، ممكن تلاقي عنده كفرات مراتب، لكن مجموعه الستاير والحفه والخدديات دي انا لقيتها النهارده جديده كده وكتير ما شاء الله، ربنا يزيده يا رب. في هنا كمان البطاطين، دي كانت البطانيه ب 50 جنيه. بطاطين والحفه كده يعني حاجات بسيطة، كانت ب 50 جنيه. كمان الستاير دي كانت ب 20 جنيه وبرده جاهزة على التركيب. خلصنا كده. هاني رقم تليفونه عندكم بقى لو عايزين تتواصلوا معاه. كده انا جبت لكم اللي انتوا كنتوا طالبينه مني وانا ما كنتش عارفة اجيبه بصراحة، بس الحمد لله ربنا وفقني النهاردة في ظل الهدوء والركود اللي كان موجود قدرت اجيب لكم تليفون هدير لعبات الخليجي واللي كانوا بيسألوا عنها، وجبت لكم تليفون هاني بالنسبة لمفروشات الفنادق. بصوا بقى هتلاقوا بقى مفروشات الفنادق كتير، يعني مش عند هاني بس، في ناس كتير بتجيبها، بس يعتبر هاني اكتر واحد بيبقى عنده مجموعة كبيرة. هنكمل بقى ونشوف ايه اللي موجود عندنا. هنا كمان الفرشة دي كان عليها ملابس اطفال، اي حاجة كانت ب 50 جنيه، بنطلونات، فساتين، بلوزات، وكان اي حاجة ب 50 جنيه زي ما انتم شايفين كده. هنا كمان الكوتشيهات دي كانت ب 120 جنيه برضو تابعة للفرشة. ده ستاند كان عليه جلاليب بيتي وكانت ب 40 جنيه برضو، عليه مجموعة حلوة قوي ألوانها كمان جميلة. هنا برضو كان في قماش تنجيد، قماش ستاير، القماش الستان اللي قدامنا ده، وكان في مجموعة كده على جنب فيها بواقي قماش، يعني المتر ممكن تلاقي حتة مترين، ممكن تلاقي حتة 3 متر، ممكن تلاقيها متر واحد بس، وكان سعرها 20 جنيه. يعني القطع على بعضها ب 20 جنيه، دي كانت بواقي قماش سواء بقى كان تنجيد او ستاير زي ما انت عايزة. طبعا الحاجات دي بيبقى ليها استخدام، وفي ناس مخصوص بتنزل لها. موضوع بواقي القماش ده في ناس مخصوص بتنزل عشان تاخده. هنكمل بقى مع بعض ونشوف. هنا ده ستاند عليه برضو عبايات بيتي وكانت ب 40 جنيه، الجلابيه دي كانت حلوه قوي. ده ستاند عليه قمصان رجالي بقى، كلها قمصان ممتازه، مش عايزه اقول لكم قمصان حلوه جدا. انا وقفت عند الستاند ده كتير، 35 جنيه تخيلوا، عليه براندات، قمصان براندات، عنده قمصان ايطالي، حاجات متنوعة، مجموعة قمصان هايلة هايلة. وب 75 جنيه يا بلاش، قصدي ب 35 جنيه يا بلاش، ولا حاجة خالص بالنسبة
للخامة اللي بيبيعها والقيمة اللي بيبيعها. أم صان كلها حالتها كويسة، في حاجات ممكن تلاقي الليقة بتاعتها مش نظيفة شوية، يعني عايزة مجهود شوية في الغسيل عشان تنضف وتبقى كويسة، لكن حالة القمصان حالة كويسة جدا. كلهم أنا بلاحظ دايما إن قمصان الرجالي حالتها بتبقى حلوة قوي. برضو القميص الأحمر ده كان جميل جدا، بشوف إن حالتهم بتبقى ممتازة، مفيش فيهم بهدلة، مفيش فيهم قطع، مفيش فيهم بقع، لا بحس إن هم فعلا القمصان صاينة نفسها كده وشكلها حلو. طبعا عنده مجموعة بنص كم، عنده مجموعة بكم، في كان عنده قمصان بولو، كان في عنده تيد لابودوس، وكان في كمان اتش اند ام، طبعا مجموعة هايلة. لو هتجيب البراندات دي من بره هتجيبها بأسعار عالية جدا جدا، هناك ب 35 جنيه بلاش، مش محتاج منك غير انه يتغسل ويتكوي وخلاص، على كده هو جاهز لللبس. معلش انا وقفت عند الستاند ده كتير، لان كمان انا كنت مبسوطه جدا ان انا بشوف حاجات. بصوا الاتش اند ام دوت مشكلته كلها اللياقه بس، عايزه تتغسل غسله كويسه. القميص ده ايطالي بس هو كان، يعني كنت حاسه ان هو بيجامه اكتر من ان هو قميص، بس كان ايطالي. ده برضو ايطالي، التيكت بتاعه مكتوب عليه ميدن ايطالي. هنكمل ونشوف مع بعض الشوارع اللي هي الصغيره اللي احنا بندخلها يوم الحد دي، ما تستهونيش بالاستاندات بتاعتها. الاستاندات بتاعتها بيبقى عليها حاجات حلوه قوي مش هتلاقيها بره، يعني من خلال التقليبي في الاستاندات، في حاجات في الاستاندات اللي هي في الشوارع دي انا كنت الاول ما بقلبش فيها، كنت بحب الاستاندات اللي بره اكتر. الاستاندات دي والله بيبقى عليها حاجات مش هتلاقيها بره، حاجات لقط بجد، حاجات تحفه مش موجوده بره، وكلها براندات وكلها حاجات نظيفه قوي. فما تستهونيش. انا قابلت بنت بتقول لي لا انا مش بحب اقلب بقى والريحه ومش الريحه، قلت لها لا استحملي وقلبي، هتطلعي حاجات ممتازه وهتمشي كسبانه مكسب كبير قوي لو اخدتي بالك من كل الحاجات اللي موجوده على الاستاند. كده احنا تقريبا وصلنا لنهايه الجوله. طبعا لسه في جوله تانية، احنا لسه مصورين بقى عند قمر، وهوريكم بقى قمر والنقله اللي اتنقلتها قمر، وهنشوف حاجات تانية كتير بقى، هنشوف تكمله السوق خصوصا في الروقان والهدوء اللي احنا فيه ده. الدنيا كانت هاديه جدا على فكره، هنا كانوا بيبيعوا 6 قطع ب 10 جنيه. قلت برضو اعرفكم ده بالنسبه للهدوم اللي موجوده على الارض، وكان فيه ب 5 وكان فيه ب 10 على الارض. هنكمل بقى ونشوف، نطلع من الشوارع الضيقه دي ونشوف بره ايه الاخبار. استنوني في الجوله الجديده، ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناه. اشوفكم في الجوله التانيه.